أعزائي الصف الثاني الإعدادي، النهاردة مع درس جديد وهو درس ثاني تضاريس وطننا العربي. أول حاجة لازم نعرفها عوامل تشكيل سطح الأرض. عندنا عوامل باطنية وعوامل خارجية. العوامل الباطنية حركات التوائية، حركات انكسارية، وثورات بركانية. والعوامل الخارجية تعرية مائية، تعرية هوائية. العوامل الباطنية عندنا الحركات التوائية أدت إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة، والحركات الانكسارية أصابت الصخور الصلبة أدى إلى ارتفاع أجزاء تكون جبال وانخفاض أجزاء تكون بحار، والثورات البركانية ظهور الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن. العوامل الخارجية عندنا التعرية المائية تتمثل في نهرية وبحرية، وهي تتمثل في نحت المياه للصخور وإرسابها وينتج عنها الدلتا والشواطئ، والتعرية الهوائية تتمثل في نحت الرياح للصخور وإرسابها وينتج عنها القضبان الرملية. مدار السطح في الوطن العربي عندنا جبال وهضاب وسهول. نبتدي أول حاجة بالجبال. عندنا جبال التوائية وجبال انكسارية. جبال التوائية جبال نشأت نتيجة حركات باطنية مثل جبال كردستان وجبال زاجرس وجبال عمان وجبال أطلس، والحركات الجبال الانكسارية جبال نشأت نتيجة حدوث انكسار في القشرة الأرضية زي جبال البحر الأحمر وجبال الشام. هنبتدي بجبال أطلس. جبال أطلس تمتد من الغرب إلى الشرق، والدول تمتد في دول المغرب والجزائر وتونس، وتتكون من جبال أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب، وبينهم هضبة الشطوط. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.